بناء على البيزنس ريكويرمنتس باقي عندي مجموعه من الميثود داخل كلاس الكاستمر، وهنبدا بالميثود اللي اسمها فاليديت. هعمل هنا بابليك بولين ميثود واسميها فاليديت. هعرف متغير بولين اسمه مثلا از فاليد، القيمه الافتراضيه بتاعته ترو، وهقول اف از اف سترينج دوت از نال اور وايت سبيس، ده بالنسبه للاست نيم. خلي المتغير ده يبقى فولس. طيب نفس الكلام بالنسبه للايميل، فولس بالشكل ده، وفي الاخر هنرتر بالاسفل. معنى الكلام ده ان انا هشوف لو اليوزر ساب اللاست نيم فاضي او حط مسطره او ضغط على مسطره يعني هيرترن بفولس. نفس الكلام بالنسبه للايميل. طيب في حاله ان القيم داخله بشكل صحيح هيرترن بترو، في حاله ان حصلت مشكله يعني دخل قيمه نل او مسطره هيرجع بفولس. يبقى دي وظيفه الميثود اسمها valid اللي هي من نوع بولين، بتعمل لي فاليديت على اللاست نيم والايميل. هاجي هنا في اليونت تيست بروجكت في الكاستمر تيست، واعمل ميثود تعمل لي تيستنج للميثود اللي اسمها فاليديت. طيب هاخد الميثود دي كده كوبي توفيرا للوقت، وهغير اسمها، هخليها مثلا فاليديت باسم الميثود اللي هعمل لها تيست فاليد مثلا، هشوفها هل هي فعلا فاليد ولا لا. طيب هاجي هنا هقول له في الحاله دي اللاست نيم بتساوي احمد مثلا، او اللاست نيم بتساوي علي، والايميل لان انا هتست اللاست نيم والايميل هخليه مثلا احمد @ مثلا ويب سايت كوم بالشكل ده. طيب الاكسبكتد فاليو المفروض تكون ايه؟ المفروض تكون ترو. الميثود ترجع لي بايه؟ بترو. طيب في الاكتشوال فاليو هترجع بالكاستمر دوت فاليديت، الميثود بقى اللي اسمها فاليديت. يبقى لو الميثود اللي اسمها فاليديت ترو يبقى الاكسبكتد بتساوي ايه؟ بتساوي اكتشوال. عكس كده يبقى لا، يبقى في مشكله، القيم ما دخلتش بشكل صحيح. تعالوا كده نعمل رايت كليك في الميثود اللي اسمها فاليديت فاليد، ونعمل ران تيست. فعلا باص الميثود مفيش اي مشكله. في كلاس الكاستمر هعمل باقي الميثود اللي عندي، هقول بابليك كاستمر وهسميها مثلا ريتريف، هتريتريف الكاستمر داتا بدلاله الكاستمر اي دي بالشكل ده. هنا المفروض ان انا بعمل ريتريف او جيت للداتا الكاستمر داتا فروم داتابيس، هنا اقول له ريتيرن نيو كاستمر. دي بالنسبه للميثود اللي اسمها ريتريف. هعمل ميثود كمان بابليك بولين سيف، مسؤوله ان هي تعمل سيف للكاستمر داتا في الداتابيس، وهرتين بترو. هعمل ميثود تانية public list of customer المرة دي اسمها برضو retrieve، بس المرة دي هترجع بريتيرن new list of customers بالشكل ده. هاجي هنا هعمل constructor للكلاس. طبعا احنا عارفين ان لما باجي اعمل constructor class بقول ctor tab tab بيعمل لي constructor، وهعمل كونستراكتور تاني بس المره دي الكونستراكتور ده هديه بارامتر كاستمر اي دي، وهقول ان البروبرتي اللي هي كاستمر اي دي بيساوي الكاستمر اي دي اللي جاي لك من الكونستراكتور. رايت كليك على المشروع بتاعنا اللي هو cocm.bll، واقول اد نيو كلاس، وهسمي الكلاس برودكت، خليه بابليك، وابدا اعمل بروبرتيز والميثودز داخل كلاس البرودكت. اختصارا للوقت عملنا كلاس البرودكت فيه البرودكت اي دي والبرودكت نيم والكرنت برايس ديسكريبشن، وعملنا فيه برضو مجموعه من الميثودز ريتريف وسيف والفاليديت.
الفاليديت هنا بتشيك على البرودكت نيم وبتشيك على الكرنت برايس بتشوفه هل هو نل. لو نل الاس فاليد بتبقى فولس. كمان عملنا باقي الكلاسز. عندي كلاس الاوردر بيحتوي على تو كونستراكتور، كونستراكتور فاضي ما فيهوش حاجه، وكونستراكتور ويز بارامتر. بقول هنا ريزيست ديت اوردر اي دي اللي هي البروبرتي ديه بتاخد قيمتها من الاوردر اي دي. وهنا انا عامل البروبرتي اللي اسمها اوردر اي دي برايفت سيت بحيث ان انا ما اقدرش احط قيمه للاوردر اي دي اللي هي البروبرتي اوردر اي دي غير من داخل الكلاس. عشان كده انا عامل السيتر بتاعتها برايفت، انا بحط لها القيمه في الكونستراكتور. كلاس الاوردر فيه الاوردر اي دي والاوردر ديت، وفيه ميثود سيف وميثود فاليديت. الميثود الفاليديت بتشيك على القيمه اللي هي جايه من الاوردر ديت، بتشوفها لو هي نل بيرجع بفولس. بعد كده عندي كلاس الاوردر ايتم، فيه برضو تو كونستراكتور نفس الكلام، وبدي القيمه اللي هي الاوردر ايتم اي دي من داخل الكونستراكتور. في بروبرتي كمان اللي هي اوردر ايتم اي دي واوردر ايتم كوانتيتي وبرودكت اي دي، تمام، عشان اسجل كل برودكت موجود في الاوردر ايتم. وبعد كده والبرشيس برايس او سعر المنتج اللي موجود في الاوردر ده. طيب بعد كده عندي كلاس الادريسز او كلاس الادرس اللي بسجل فيه العناوين او الادريسز. في تو كونستراكتور نفس الكلام برضو، وفي ادرس اي دي وادرس تايب. التايب بتاع الاي دي ده بتاع الادرس ده لو هو مثلا هوم نخليه واحد، لو هو وركر نخليه اتنين، على حسب ما انت عايز. بعد كده ستريت لاين وستريت لاين 2 والسيتي والستيت والبوست والكود والكونتر. بعد ما عملنا كل الكلاسز في سؤال مهم جدا بيطرح نفسه، هل كده فعلا طبقنا السيبريشن اوف كونسورنس، او ان احنا كده عملنا فصل للمهام بطريقه صحيحه، ولا ممكن نفصل اكتر او نفصل المهام بشكل اكبر؟ وهل هو ده فعلا السؤال المهم بقى، هل ده فعلا اللي بيتم في الريل وورلد او في الحياه العمليه؟ ده اللي هنعرفه ان شاء الله في المحاضره الجايه.